أورك كفرة وكشغين دونا حلنت خلافاتك عاونت ضدك عريامين تا علم باريستا إيه وعي جلين تبلشدا يا بينك حالي مناسبة لجودة فرة يلاجو قبتي خلك مهوراني مجال دعير جابو أورك يا أساسين دلنيرا قوني هنا يا وحك سوقيب جلي فريتان كيسي حل دمانو قوني هن دلنيرو يدد وين كلو صوب وحدة في جاب تمناسبة داسي كسعتي وقرن وحف فاهين كبيعي سبب تورك الله أساسي قدومي أورك كفرة سعيد عبد الله محمد عبد غني محمود سودي عاول عبد الله يا احمد يفاد ما سعيد محمود وكثير سن اوركاسي اورجانيزيشن كنا عاود داخل انه اورجانيزيشن لدو كفرة اورجانيزيشن اي اساسين دالين يروكاتين يروكاتين جامعة كل دوله دلكا ودالين يوريس قبو جوته جامعة ها ان كديت غوبل كسناك ان ارديداس ومرك اي ان فكر كودي اي سو كان اي بهن محل كسبو كنا غوبل كنا حيث طبقنا مركز أجيب كل الأورجانيزيشن في أساساً في وضعها أرضياً نسوق أي جلسة كام على طول خل جلسة كام علىها نحاول نسوي أي طبقنا في الكينا نحاس أن تركنا يا سين تركنا أنت مركز مدين وحال أي سوق وين الحوض سارين أي اللي مدام أي من هاي أبويا أنت دكتور صوت عين أما ضد هي صوت بتجوكا أي ضد كينا أنا أعرف أن هذا المكان هو الذي يحصل على المكان. والله بقف أما واحد كبدا خلاف صار دحية تاسو أشكو خلاف أيام ideas بحاول يعني ضد كاسي دب قبان عدو حاول بشيو بهينهين وحاي بهينهين إن ضد كلا تصو وأنا وهذا اللي يرنا وحنوم وقت اللي بعطيه هاي ستة ضد كتب على سن مركان حكرة دني based on our research وحن صو هاللي إن أي كون إن كبدا نكون وش هاي قبل كسنة قريبة كملا. وعي جلنا توحى ويا مركو كوران عن كوكا حكرنا طلاب كوحى برضه هو توحى لدعوة كورتك عظمة. إيانا وحي ربي تعي وعي جلنا تو كورتك وكلا وحى ويا قاتكي تيريتي وحيا بيه في الماء sidoo kale waxa halkaasii hadalka isaga kala dambeeyay xubno isugu jira siyaasiyiin aqoonyahan iyo dhalinyaro waxa way kaliya xataa in lacag siinayaan ku caawino talo iyo fikir iyo arti waxyaabo badan baa jirtaa ma tahay oo aad qofka kala qayb qaadan kartid waxaad ku darsan kartaa dhaqaale fikrad baad ku darsan kartaa waqti baad ku darsan kartaa marka insha Allah kulan aniga way tirsan doontaan anigu waxaan u balanaynaa shakhsiyan iyo xisbi ahaan heer gobol iyo heer dalba inaanu kala shaqeyno hay'adaha lagu baaqayaa inay ururkiina iskarab taagaan dadka qoraalka ku fiican ee gobolka ku nool waxaan u rajaynayaa inay dan caawin doonaan intaas aan ku gabagabeynayaa aad baan ugu faraxsanahay dhalinyaro yaryar oo maaragtay aan qabiil lahayn oo isku reer ahayn inay maaragtay ay urur sameystaan dadka ugu gumaysanaya inaan ku dhacayna dadban aan in looyo waa dhacay runtii reeriga gabagabadii munaasabadan lagu daahfurayay ururka kofrana waxa ka hadlay xildhibaankiin saalax oo ka tirsan golaha deegaanka degmada ceer gaabo ee hay'ada ugu xubinahaankiin ahaan oo idinla shaqeynaya hiliyoon oo igula xisaabtamaysaan waxaan kala codsanayaa oo dhalinyarada reer ceer gaabo ku codsanaya sida xulka u ah ee aqoonyahankii ah ee waxgaradkii ah inay sidaa wada shaqeeyaan inaan isku duubnaano inaan meel kasta jiirno عبد الرحمن احمد السر فوقنا رجع حرته ستار تي في مقاله عير جابو